تعالي تاني 97 لا خلاص تعالي يا ماما 97 اخر الشهور. شكرا شكرا. قناه ايه بقى؟ شبكه يقين الاخباريه. شبكه يقين الاخباريه. بالتوفيق ان شاء الله. ايه ما شاء الله. مين ايه؟ متصلين بقالكم كتير؟ لا لا خلصنا خلاص. الف مبروك. شكرا. يا رضا يا رضا يا رضا يا رضا يا رضا يا رضا الترين. الموضوع مش موضوع فاضي يا نتعرف على حضرتك. مدام شيرين حسن. مدام شيرين، انا لفت نظري وانت عماله ترضعي الولد وجايه تنتخبي في دايره عابدين هنا، ايه شعورك؟ لا شعور كل مصري لازم واجب يقوم بيه، يعني واجب ولازم يقوم بيه كل مصري. طب ما خفتيش من الحاجات اللي كانوا بيقولها ممكن تحصل في الانتخابات، ضرب حاجات؟ بالعكس، لا بالعكس، الشرطه موجوده والجيش موجود واحنا متامنين والحمد لله. اسمها ايه بنت حضرتك؟ رداينه. لا طبعا مشغوله كمان بالرضاع. قولي قول حاجه. حضرتك موظفه؟ لا انا ست بيت. وزوج حضرتك بيصوت هنا برضو ولا؟ اه بيصوت موجود. موجود. شايفه الوضع عامل ايه؟ لا الوضع كويس، ما فيش اي حاجه، ما فيش اي قلق، وكله في امان، ما فيش مشكله يعني. ما فيش حاجه الحمد لله. كله تمام الحمد لله. خلاص يا ماما خلاص خلاص. طب ماشي، لا مشكرة، مفيش حاجة، اتفضل.